استاذ فرج، يعني في الضفه الغربيه مش في قطاع غزه. قطاع غزه مستمر في مسيرات العوده اللي بدات منذ مده طويله، 30 مارس. نعم. ولكن في الضفه الغربيه قوات الاحتلال الاسرائيلي بتعتقل 40 من انصار وقاده حركه المقاومه الاسلاميه حماس، في نفس الوقت اللي بتقوم فيه قوات السلطه الفلسطينيه بالاعتداء على انصار حماس في مسيره للاحتفال بالذكرى 31 للحركه وانشاء الحركه، وكان يعني اعتداء عنيف، وشفنا التعرض للنساء واستخدام مروات وما الى ذلك. كيف تفسر هذا المشهد على المنظورين، المنظور الاسرائيلي ومنظور السلطه الفلسطينيه؟ الحقيقه ان هناك عقبه كاداء امام اخواننا في الضفه الغربيه للتعبير عن ارائهم، هناك تكميم للافواه، وهناك ملاحقات امنيه، وهناك تنسيق أمني أسماه أبو مازن بأنه تنسيق أمني مقدس، والتنسيق الأمني هذا هو التعاون الأمني. يعني أحد الإخوة، إحنا في البرلمان اليوم في المؤتمر البرلماني الذي يعقد اليوم في رابطة البرلمانيون من أجل القدس في المؤتمر اللي في إسطنبول، أحد الإخوة بيقول أنا راجعت أبو مازن شخصيا، بقول له يعني أنت لماذا تعمل التنسيق الأمني؟ وماذا يعني عندك التنسيق الأمني؟ قال أنا يعني التنسيق الأمني عندي أنه الاحتلال بدلا من أن يدخل عندي في مثلا في رام الله ليعتقل واحد من داخل رام الله، يقول لي وأنا بروح بعتقله له وأسلمه للاحتلال، وبكل بساطة يعني حتى لا يؤذى يعني لما يدخله أو تؤذى البلد في هذا الجانب. يعني بهذا المعنى وبهذه الصفقة ليست هذه على الحمالة أستاذ. طبعا هي هو أصلا اسمه التنسيق، مش التنسيق الأمني، الخياني، العمالة الأمنية في التعامل مع الاحتلال الصهيوني. لذلك ليس غريبا أنه نسمع أنه يعتدوا على النساء والأطفال والكبار والصغار لأنهم عمال بيلاحقوا المقاومين. وأنا لا أبرئ هذه السلطة من وأجهزتها من الاغتيالات التي صارت قبل يومين لأشرف نعال أشرف وصالح ومجد نعم. يعني هذه مسألة بكل تأكيد أن الأجهزة الأمنية لها دور في هذا الجانب، لأنه تصريحات القيادات الأمنية بصورة واضحة وبصورة فوق الطاولة للأسف الشديد أنهم يتكلمون ويقولون أنهم سيعملوا على يعني كشف هذه العمليات وبحجة استقرار الأمن وليستتب الأمن. هذا الوضع في الضفة الغربية وضع مأساوي.